كثير من السيدات والفتيات بمر على مسمعهم مرض سرطان الثدي، وكثير من الأحيان بيتم تجاهل هالموضوع وعدم وجود الجرأة الكافية لإجراء الفحوصات الوقائية يلي ممكن تساهم بشكل كبير بالكشف المبكر عن المرض وبالتالي ارتفاع نسبة الشفاء. أكيد نور، اليوم راح نتعرف أكثر على أعراض مرض سرطان الثدي، مسبباته، وأهمية الكشف المبكر دائما وابدا، اهميه الكشف المبكر. يسرنا انه نرحب بالدكتوره نسرين خازم، اخصائيه بامراض الدم والاورام. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا لكم للاستضافه. يسعد صباحك دكتوره. صباح مجرد النور. انه نذكر المرض خلص متخربط، يعني الحكي ما يطلع منا. خلينا نحكي، يمكن ونحكي نعطي لمحه لجميع السيدات عن مرض سرطان الثدي. هلا الشيء اللي كثير لازم ركز عليه ببدايه حديثي دائما انه سرطان الثدي بسبب موقعه الاساسي كعضو متبارز عن الجسم هو سرطان قابل للشفاء، وبامكاننا بسهوله انه نكشفه، بس مثل ما قلتي حضرتك بده يكون عندنا جرأه لحتى نبلش بهذا الشيء وبأبكر ما يمكن. يعني اي آفه غريبه بالثدي، اي طبيعي بالثدي، المفروض انه نراجع مباشره طبيب الاخصائي او اقرب مركز صحي. ولهيك نحن عم نشدد على اهميه الكشف المبكر، يعني تماماً. الكشف ودائما زياره الطبيب الدوري، يعني كل تماماً. شهرين، كل ثلاثه، كل تمام. هلا الكشف المبكر بيعني انه انا اكتشف هاي الكتله بابكر ما يمكن، هذا هو بيعني الكشف المبكر. طبعا اهميه الكشف المبكر انه انا كل ما كشفت ابكر كل ما كنت وصلت لنسبه شفاء اعلى، ممكن توصل لحد فوق 90% ببعض المراجع، وبعض المراجع بتقول لا حوالي 90%. كل ما كشفت هي الكتلة بطريقة أبكر، كل ما أنا حققت لنفسي الشفاء، وبالتالي لازم استغنى عن أي خوف، لأنه هذا المرض هو مرض قابل للشفاء بحالات كتير كبيرة منه. طبعا كل ما تأخرنا بالكشف كل ما خفت هي النسبة، وبالتالي كل ما اتجهنا اكثر نحو الشيء يلي نحن بالاساس عم نكون خايفين منه. اكيد ما فينا نلوم كثير السيدات لما بنقول انه هن خايفين من سرطان الثدي، بيقولوا الحكي سهل غير تماماً. الفعل يعني ما فينا نلوم، لا هلا هي رده الفعل الطبيعيه لانسان طبيعي، انه انا لا انا بخاف من السرطان. ايه، لانه السرطان ممكن يكون قاتل، مزبوط ممكن يكون قاتل، بس كل ما تاخرت عليه اكثر فانا حيكون مميت او قاتل اكثر. اذا بس نحاول نفهم شوي هاي الفكره، انه انا الكشف المبكر بيساعدني كثير على انه اشفى حتى ما اخسر وبالتالي اي شيء ثاني. وممكن الكشف المبكر بحالات كثير كبيره انه يساعدني على انه ما اخسر الثدي بشكل كامل، وهون الفكره الاساسيه من 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 هي الحمله يلي عم تعملها وزاره الصحه او الجمعيات الاهليه الثانيه. اكيد. طيب دكتوره خلينا نحكي شوي عن النسب بسوريا بالعموم. خلال حلقتنا لليوم مر معنا نسب عالميه ونسب عربيه، وكل الدراسات بتاكد انه الدول العربيه فيها نسب عاليه للاصابه بسرطان الثدي. هلا في اصابات عاليه حكما نحن ما عندنا دراسه حديثه جدا لنقول، او في ابديت يعني كثير جديده لحتى نقول، عندنا نسبه تشابه تقريبا النسبه العالميه يمكن. تماما، بس للاسف عندنا بالبلد المراحل المتقدمة هي اللي نسبتها أعلى، والسبب الأساسي هو الخوف، والسبب الثاني هو المعتقدات اللي سائدة عندنا، أنه لدرجة أن احنا ما مسترجي نقول اسم المرض، يعني نقول هداك المرض، أنه أنا عندي هداك المرض، ما بدي روح أفحص حالي مشان ما يطلع عندي هداك، بلكي طلع في شيء. يعني أنا في رفقاتي طبيبات بيرفضوا الفحص المبكر لأنه بلكي ايه بلكي. طيب ايه بتقلي نسرين، طيب بلكي طلع في شيء، طب اوكي بلكي طلع في شيء، ما نحن هون الهدف انه اذا في شيء لا سمح الله فنحن نقدر نكشفه ببدايته. النسب كثير قريبه، بس للاسف عم اقول لك عندنا بالبلد عم نشوف حالات كثير متقدمه، وسبب الاساسي الخوف من الفحص المبكر، الخوف انه انا روح اكشف عن حالي به. أكيد دكتورة، يمكن كمان مثل ما قلتي الثقافة والبيئة بتلعب دور كمان بدعم أكيد. السيدة بردة فعلها، فكتير مهم دائما بنشدد من خلال الحملة اللي عم نقوم فيها أهمية التوعية بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر بسرطان الثدي. صراحة أهميته جدا عالية، الكشف المبكر له كذا نوع أو كذا قسم أو كذا، خلينا نقول عدة أشكال. ببلش من السيدة نفسها يلي بتفحص نفسها بشكل دوري مثل ما قال الدكتور قبل شوي، الفحص الذاتي، الفحص التأمل أمام المرآة، هدول فحوص كتير ضرورية وأساسية. مفروض كل سيدة بعد انتهاء الدورة الشهرية أنه تعمل فحص ذاتي لنفسها بالطريقة المثالية اللي أنتوا عرضتوها بأكثر من حلقة لحضراتكم، وبعدين لما بتلاقي أي تغير بالثدي، بحلمة الثدي، بالجلد، أي تبدلات، أي ألم،
واخذ يعني هيك ألم للحظة بيجي وبيروح، المفروض أنه تراجع مباشرة وتتوجه لتعمل الإيكو. طبعا هي عم نحكي نحن عن السيدات لسه اللي تحت الأربعين، متى ما صارت السيدة بسن الأربعين المفروض مباشرة وبشكل سنوي أنه هي تروح. في بعض المراجع بتقول أنه كل سنتين لازم نعمل ماموغرافي، بس معظم الحالات تقول لا أنه لازم نعملها بشكل سنوي. الماموغراف تورجيه للطبيب المختص وإن شاء الله بتضل بالصحة تماما. أكيد. يعني مثل ما بيقولوا إخواننا اللبنانية أنه على صحة سلامة، يعني حتى لو أنا ما عندي أي شيء، لو ما عندي أي شيء المفروض أنه أنا كل سنة أعمل شيك أوت. طبعا إذا في أي قريبة إلي بالعائلة من جهة الوالدة مصابة بهذا المرض، فأنا المفروض بلش كقريبة لإلها، مفروض بلش قبلها بعشر سنوات. يعني إذا سيدة قرايبتي انصابت بعمر 45 بورم ثدي، مثلا بنت خالتي، خالتي، جدتي، أي حدا، المفروض أنا بلش بسنة 35. يعني ما أنتظر لسن 40 وبلش روح أعمل الماموغراف، دائما عشر سنوات تقريبا قبل. احيانا بعض الكتب بتقول حتى 15 سنه اذا في حالتين بالعائله نفسها. طبعا هاي بيختلف من مرجع لمرجع او من دراسه لدراسه. اكيد دكتوره، كثير من الاسئله كمان طرحها الشارع السوري من فتيات وحتى شباب، رح نتابعها باستطلاع اجرته زميلتنا اريش فرزلي ونرجع. فكري أنا عندي سؤال لكم، إنه في احتمالية إصابة الشباب بمرض سرطان الثدي؟ قديش الفترة اللي لازم كل واحد يفحص فيها حاله؟ والعمر يعني أكثر عمر بيصيب؟ وشو لازم كيف فينا نقي حالنا من الموضوع؟ بعد التوعية بسرطان الثدي، فرق عدد المرضى اللي جايين عم يعني يستجيبوا لهذا الموضوع؟ هل في أعراض معينة ممكن إنه الواحدة تحس عليها؟ أو إنه لا يعني لازم تضطر تعمل تحاليل وتروح عند دكتور؟ كيف الوحدة فيها تعرف إذا معها سرطان أم لا؟ كيف شكل الثدي ممكن يكون؟ هلا أنا دائما بعرف إنه سرطان الثدي نسبة إصابته أكبر بالسيدات. طيب قديش نسبة إصابته للرجال وخصوصي ببلدنا هون؟ من أي عمر تبلش الوحدة تعمل الفحص الذاتي يعني أو تروح على الدكتور مشان تعمل هالفحص؟ دكتورة، كنا عم نتابع معك استطلاع من الشارع السوري وبعض الأسئلة يمكن، ومنها أحد الشباب اللي يمكن عم يقول قديش نسبة إصابة الرجال بهذا المرض، وحكينا يمكن مع الدكتورة كمان سهير قبل حضرتك قديش فعلا في نسبة. هلا ما في نسبة دقيقة تماما، بس عادة الشيء اللي دائما نقراه ونعرفه إنه كل 100 سيدة في رجل رح ينصاب بسرطان الثدي. يعني كل 100 سيدة مصابة بالسرطان إذا هن نسبتهم 1%. نسبة 1% للشباب بس بيهن. في احتمال تماما. هلا عند الشباب كثير إمكانية الكشف عنه بشكل مبكر أسهل، مشان هيك معظم الحالات بتكون بالحالات المبكرة. كونه العضو غير متبارز، ظاهر مباشرة على سطح الجسم، أي تبدل بسيط فيه رح ينتبه الشاب لإله أو رح ينتبه الرجل لإله، وبالتالي رح يراجع مباشرة طبيبه. طبعا مو أي كتلة بالثدي، هذا الشيء اللي كثير لازم، مو أي كتلة بالثدي هي كتلة سليمة، ومو أي كتلة بالثدي هي كتلة خبيثة، مو أي كتلة مؤلمة مشان الصبية اللي عم تسأل عن الأعراض هي حتما سليمة. دائما لازم نفكر أي كتلة بالثدي، أي تبدل بيصير عندي ببنية الثدي، حتى كبر بحجمه عن الثدي الثاني، نزمن الحلمة، شو ما كان لونه، طبعا إذا كان مدمى بتكون خطورته أعلى، تبدلات بحلمة الثدي، ظهور عقد منطقة تحت الأبط، انتفاخ، خلينا نسميه الغدد اللمفاوية تماما. هذا الشيء لازم خلينا مباشرة نراجع لهي. أحيانا بيتبدل الجلد بطريقة يصير مثل قشر البردقانة تماما، هي التبدل هو عبارة عن وزمة بهي المنطقة، وغالبا بتدل على أنه في شيء جوا هو اللي عامل هي التبدلات، ولازم المريضة تراجع مباشرة. طيب دكتورة، كمان ببداية حلقتنا لليوم مرقت معنا ثلاث دراسات وقلنا أنه بدنا نستفسر منهم مع حضرتك، الأولى عن ربطة سرطان الثدي بالأغذية، والثانية ربطة نسبة الكوليسترول ارتفاعه بالدم كمان بسرطان الثدي، والثالثة صبغة الشعر للسيدات هل بتأثر أو ما بتأثر؟ هلا بصراحة وقت كنت أنا طالبة لسه عم بدرس علم الأورام أو عم بدرس هذا الاختصاص، كنا ندرس هاي الكتب الواسعة كتير اللي بتقول، ولا دراسة أثبتت بشكل قطعي
مثلا تعلق ارتفاع الكوليسترول مع سرطان الثدي، البدانة مع سرطان الثدي، الارضاع مع سرطان الثدي، حبوب منع الحمل مع سرطان الثدي. ما في دراسة أكدت بشكل قطعي أنه هيك، بس لا عوامل أحياناً تماماً هي عوامل بتزيد الخطورة. لا، وأنه هدول السيدات، يعني نحن اللي بنعرفه أنه كل سيدة من أصل 8 سيدات طبيعيات هي معرضة بحياتها أنه تنصاب بسرطان الثدي. صبغة الشعر، هلا صبغة الشعر كمان هي من العوامل، هي عامل كيماوي. يعني التعرض للكيماويات كلياتها هي ممكن تكون عامل مؤهب، بس ما أنه عامل مؤكد للإصابة بسرطان. بس هي عوامل مؤهبة لمرض، مؤهبة يعني كنا نحن عم نشوف بتزيد الخطورة شوي، يعني نحن بس كنا مو بشكل قطعي. يعني مو كل سيدة بتصبغ شعرها، تمام، مو كل سيدة بتصبغ شعرها إن شاء الله. لو كل يومين كل ثلاث أيام في سيدات عندهم هوس بهذا الشيء، كل كم يوم بتلاقي بتغير لون الشعر، مو السيدة اللي عم تعمل هيك هي حتما رح تنصاب بسرطان. لا بس نحن كنا قد يكون قد يزيد الخطورة، بس ليس إذا كان يمكن في عندها عوامل تانية بتساهم بهذا الشيء. تمام، يعني اذا كان عندها عوامل وراثيه، في يعني السرطان الثدي بده يجتمع اكثر من مؤهب لهذا الشيء. هو يعني مجموعه عوامل حكينا عنه بحلقات سابقه، هذا اللي عم نسالك عنه بحملاتنا، بحمله التوعيه، انه هي عده عوامل تهيئ، ان كان مثلا البلوغ المبكر، البدانه، علاقه تماماً. الغذاء، البدانه. هلا في دراسات كثيره، في دراسه هلا بلشت ان شاء الله بكليه الصيدله عم تدرس هذا الشيء بشكل واضح عند مريضاتنا اللي رح يراجعونا بالمشافي الجامعيه او بالهي. في دراسات قائمه لحد الان عم تحاول اثبات هي العلاقه او شكل هي العلاقه، ويا ترى اذا مزبوط هي بتزيد الخطوره، فقديش نسبه هي الخطوره؟ يا ترى التوقف مثلا عن الصبغه مثل ما قلتي حضرتك رح يخفف من هي الخطوره ولا لا؟ هي كلها بحاجه لاثبات علمي واضح تماما. بس الشيء اللي بنقراه دائما انه مجموعة عوامل، تماما مجموعة تضافر مجموعة عوامل ممكن يؤدي تماما لسرطان الثدي. طبعا موضوع انه البلوغ المبكر مع الضهي المتأخر هذا موضوع مثبت تماما، ما فينا نناقش فيه، لانه بيتعرض في تعرض شهري لكمية عالية من هرمون الاستروجين واللي هو المؤهب الاساسي لسرطان الثدي. بس هذا ما بيعني انه السيدة يلي بتبلغ متأخرة عشان ما يخاف، تماما عشان ما نخوف الكل. بس كمان كنا عم نحكي عن عملية، اكيد في نسبة اعلى عند السيدات اللي عندهم دورة متكررة لفترات اطول. والارضاع الطبيعي قديش مهم كمان نوعا ما؟ الارضاع الطبيعي مثل ما قلت لحضرتك غير مثبت 100%. قديش نسبة قديش بيزيد الخطورة او قد ترى هو مؤهب ولا لا؟ لا مو مؤهب، ولا عم يقول عوامل بيخفف. هلا انا حسب اعتقادي واذا بدنا نفكر فيها بطريقه علميه المفروض انه هو يخفف، هي كانت قدر الامكان، هي كانت من هذا انه بيخفف نوعا ما، ممكن يخفف. بس مثل ما قلت لحضرتك لحتى نقول انه بيخفف او بيزيد او مؤهب لازم نستند لدراسات كثير كبيره او تجرى على الاف المريضات وليس دراسات هلا ممكن نحن نعمل مثلا دراسه على 200 او 300 مريضه، هي ما فينا نقول انه هذه دراسه كبيره، تمام، ونشوف انه السيدات المرضعات نلاقي بهي الدراسه انه انخفت النسبه عندهم، بس ما بقدر اقول بشكل قطعي انه هذا الشيء انه لا الارضاع هو مسبب او مؤهب او لا، بالعكس هو عامل بخفض من الخطوره سرطان الثدي. طيب دكتوره خلينا نسال حضرتك عن يمكن عامل من العوامل اللي كثير مهمه سواء بالاصابه او حتى بالشفاء مثل ما بيقولوا، هو العامل النفسي. كثير بنقرا عن دراسات انه الشخص اللي بيكون عنده كثير اكتئاب هذا بيؤدي انه يصاب بامراض خطيره بالعموم باعتبار الزعل او الوهن النفسي او الهي نفس بيعطي تماما انفصال الخلايا، وانه السرطان هو اصلا انفصال الخلايا. مثل ما قلت لحضرتك ما انه مثبت بشكل قطعي، بس كثير دراسات قالت انه لما بتكون النفسيه خلينا نقول محطمه مثل ما بنقولها نحن بالعاميه، او في عندنا امراض نفسيه بصراحه او ميل للاكتئاب، الشخصيات الاكتئابيه، الشخصيات التوتريه اللي بضل قلقانه كلياتها ممكن هذا الشيء يسبب. بس الشيء اللي بقول لك يا بعد خبرتي يمكن مو ما فيني اقول انها كثير طويله، بس انا بشوف من خلال مريضاتي اللي بينصاب بسرطان الثدي كل ما كانت السيده ارادتها قويه تماما ومعنوياتها عاليه وقررت انه هي تحارب هذا المرض كل ما كانت نسبه شفائها اعلى وكل ما تغلبت عليه بطريقه اعلى بكثير. يعني يمكن مثل ما قالت الدكتوره سلمى انه النفسيه بتلعب دور لمحاربه هيدا المرض، للمحاربه تماما، والتحدي والاراده عند كل سيده انه مرض سرطان الثدي مثله مثل اي مرض بحال تم الكشف عنه
بمرحلة مبكرة. صدقا في مريضات بدل ما نحن بدنا نقدم لهم طاقة وبدنا نعطيهم دعم وبدنا هي هن بيقدموا لنا هذا الشيء. انا عندي مريضة بتقول لي دكتورة بدي خليه يندم انه قرب علي السرطان. يعني انا وقت بشوفها بحس عن جد هي اللي بتدعمني بدل ما انا انه لازم بشكل دائم ادعمها. دائما لازم نتذكر ونذكر مريضتنا. انا كطبيبة وزملائي الاطباء اكيد بيعملوا هذا الشيء. الورم الثدي ورم قابل للشفاء وبنسب جدا عالية كل ما تم الكشف عنه بعمر مبكر أو عفوا بمرحلة مبكرة. إذا كل ما بكرتي بالفحص وكل ما كشفتي بحجم أصغر وقبل ما ينتقل لأماكن تانية كل ما قدرتي تحافظي على الثدي من ناحية وبالتالي من ناحية تانية أنه هو قابل صار للشفاء بنسبة أعلى. أكيد دكتورة كمان لازم نذكر مثل ما قلتي ببداية حديثنا أنه هو فيه ميزة حتى لو ما بدنا نقول مزايا بس انه هو فيه ميزه انه هو خارج الجسم تماما. فيعني حتى لا قدر الله لو وصلنا لمرحله الاستئصال فهذا جيد انه ما بيتفشى بباقي الجسم. تمام. مثل ما حكيت الصبيه اللي سالت قبل شوي وتعليقنا كلام وردا لكلام حضرتك سلمى هو عضو واضح تماما. تمام. اذا كل سيده بعد الحمام بعد انتهاء دورة الشهريه المفروض تبلش بمرحلة التأمل بعدين بمرحلة الفحص إيد اليمين بفحص فيها الثدي اليسار وإيد اليسار بفحص فيها الثدي اليمين بعدين بترفع الإيدين لفوق. طبعا أنتوا أكيد بالحلقات السابقة شفتكم حطيتوا كتير رسومات توضيحية لهذا الشيء وحتى بعض الأفلام. الفحص عملية كتير كتير بسيطة. هذا عم نحكي عن الفحص الذاتي. الكشف المبكر بيشمل فحص ذاتي السيدة حست بأي شيء وراحت مباشرة. بس الفحص الذاتي هو شيء ضروري حتى لو ما لقيت السيدة شيء في 40 أو ابتداء بسنوات أبكر مثل ما قلت لما بيكون في عوامل خطورة. بالختام نحب نتشكر حضرتك دكتورة شكرا كثير لوجودك ولكل النصائح اللي قدمتي لنا. أهلا وسهلا فيكم شكرا لكم الاستضافة وشكرا للجهود اللي عم تعملوها مشان حملة الكشف المبكر عن سرطان. شكرا لك دكتورة نسرين أخصائية في أمراض الدم والأورام. شكرا كثير لك. كمان نوجه تحية سلمى لزميلتنا الإعلامية ليزا ديوب اللي عم تتحدى هيدا المرض بروح كثير قوية وبإرادة وتحدي فأكيد بنوجه لها كثير تحية.